موديل اللي كنا عم نشتغل عليه خلص انتهى، وهذا ما انتهى لانه نحن ما بنعرف نشتغل، لا، لانه صار في تطور تكنولوجي تحتم على الامور، انه صرنا صارت الامور غير محل. وشكرا. على هالكلام اذا بدنا نحكي باختصار، بنشوف اولا انه الناتج القائم بلبنان عم يتباطأ كثير، هذا واحد. ثانيا مثل ما شفنا حصه الانتاج قياسا للناتج كمان عم تتراجع قياسا للدول الثانيه. ثالثا حصه التلفزيونات من ضمن النفقات الاعلاميه عم تتراجع. رابعا عم بيصير في منافسه من الخارج، يعني التلفزيونات بدبي عم بتنافس تلفزيونات لبنانيه، ومن الداخل. ونفس الوقت تأكيدا على كلام الشيخ كير، ظاهرة جديدة عم تجي، مثلا بنشوف انه بفرنسا في شيء اسمه كوادربل بلاي، يعني شركة عم تعطي اشتراك تليفون ثابت، تليفون خليوي، انترنت وتلفزيون. يعني التلفزيون صارت كوموديتي، يعني عم يعطوا تلفزيون بظهر البيعة، بالوقت اللي التلفزيون كان الأساس صفى اليوم التلفزيون إلى الجانب. ظاهرة تانية عم نشوفها بأمريكا وعم تيجي على أوروبا هي مثل نتفليكس. نتفليكس تبعث لك على الإنترنت اشتراك على الفيديو على كل الفروم مع أحلى سيريات بالعالم، يعني على نتفليكس. مثل ما عم بيقول الشيخ ما بقى في وجود للإعلان، يعني بهالبزنس مودلز الجديد. هذه ظاهرة مش بس بتأثر وبتهدد قطاع الإعلام المرئي والمسموع، أنا بشوف إنه بتهدد حتى القطاعات الاقتصادية القائمة، لانه نحن نموذجنا الاقتصادي مبني على الشراكه بيننا وبينه، فضروري انه نحن وياهم نفكر كيف بدنا نتجاوز